أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما الحكمة من تحريم الذبيحة التي ذبحها تارك الصلاة، علما بأنه يؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء كلهم، وأما أهل الكتاب فلا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا مرتد يا أخي، اللي يترك الصلاة مرتد، والمرتد ليس له دين، ليس له دين. أما الكتاب له دين، أصله صحيح، أصله صحيح، وهو يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة ويؤمن بجملة الرسل. أما المرتد فلا يؤمن بشيء، خرج من الدين، لذلك لا تحل ذبيحته. وقولك يؤمن بالله وهو مرتد، هذا غلط، ما يؤمن بالله، راح الإيمان والعياذ بالله، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم.